أهلا بكم. في الدرس ده هنتعلم إزاي نعدل على بيانات حالة مريض سكري زي النسب والجرعات، وهنضيف تذكير. هنضغط على حساب مريض السكري من شيت التنقل اللي تحت، هيفتح لنا جميع معلومات المتعلقة بحالة المريض السكري زي معلومات الشخصية والصحية والجرعات ونطاق الجلوكوز المستهدف. أول حاجة هنضغط على معلومات الصحية، نقدر نغير الصورة والاسم والسن والوزن وحتى وحدة قياس المستوى السكر في الدم. هنضغط على الجرعات والنسب، هنا نقدر نغير جرعات الأنسولين سريع وبطيء المفعول ومعامل الكرب ومعامل التصحيح وكمان كمية الكربوهيدرات المسموحة يوميا. تالت حاجة هنضغط على نطاق الجلوكوز المستهدف، هنا هنقدر نغير نطاق الجلوكوز قبل وبعد الأكل وقبل النوم وأثناء النوم وبعد الاستيقاظ. رابع حاجة هنضغط على التذكير، هنقدر نضيف تذكيرات كتيرة، ودي علشان تطبيق زي ده يساعدنا ويفكرنا بالقياسات وجرعات الأنسولين والأدوية والأنشطة البدنية والرياضة وترطيب وشرب الماء. تعالوا نجرب ونضغط على القياسات، نفعل التذكير لو كان معطل ونضغط على إضافة التذكير، نختار الوقت والعنوان وبعدين نضغط حفظ. ولو حابين تعطلوا التذكيرات وما يجيلكوش تنبيهات هنعطلها من فوق، او ممكن نحذف التذكير بالضغط على سلة المهملات.